Thank you.
فأظهر الله الوجود بعد التكريم وفساد العدد الكبير مائدة التصريف والتعظيم Thank you.
قل يا ملاك ربي لا أنا وكان وقوم بشيء من قومه من نزول سبب الاوان من ايام يوم النزول وعود الولاده وقبل بالحرمين قد ورد انهم صلوا على ايها الظلام قول ان مقتولا مقولا مقتولا سهولا ان ذلك لطرف الله وما بروني لا دار من دار من العجائب ما يضل عنا أن الوزر كل يبكي وعند الهباء قال وعد الرسول ما لم يعف الامر في شافيا رضي الله عنهما قالت لما ولدت حاملة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا بني فزع فسمعت غيري يقول رحمك الله اولى مما كرمتم قال لك الصفا وبرهنه ما بين المشرك والمغرب حتى نظرت الى باب الرسول الرب قال ثم البت وعزلت فلم اكثر عن باسيه المتعرق وخسر راجا ليمني فصبرت علي قل ان جابت في قرض الى المغرب انا فر ذلك لي ثم عادني الرب وارض البت وخسر راجا يساري فصبرت غير يقول ان جابت في قرض الى المشرق قال فلما يأتي العزيز مني على بعد أن تبت رأسه النار فألقوا بأول الناس إسلاما فقد جمعت جنات من عزيز المهدى وفعلت الآيات الربينا بما يأتي بهذه الشرف إنما أن علينا يأتي بكل I'm
Thank you.
وعلى بابه التي بطرها فتغزاها من نورات مبينة وغامرة نتوازل إليك بعصرة وسعد لديك سيد المرسلين حقك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالة العالمين أن تصلي وتصلي على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وعبد سرك وهامل راية بدعواتك الساملة الأب الأكبر المأمور الأول محسس بسرف الأبهار في كل موطن من مواطن القرب ومذهب واصف عبادك بعبادك وزكي ارسل ارسالك لاهل عبادك سير الكونين واشرف السكنين الاقل المعبود الخالص المصرف منك بعدل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه واهل بقر الدواب من احبابه اللهم انا نقدم اليك جاهد النبي الكريم ونتوسل اليك بصفات مقامه العظيم ان تمهدنا في حركتنا وسكنتنا بعين هدايتك وان تحفظنا فيك في اقوالنا وتقدراتنا في جميل رعايتك وحسن وكايتك وان تبلغنا من صرف القرب اليك والى هذا الحبيب غايه عملنا وتقبل منا ما تهربنا في منياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طاعته الثاني من الصادقين ولحقك واقي من المؤكد ولآلك من الحافظين اللهم إنا نلعب معك في رحمتك الخاصة فلا تهربنا وزلنا الجميل سنيا وصلنا إليك فلا تعذبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا إليك مستسلمين أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالعصيان المسيء بالعصيان وسائل بما سأل والمعلم بما عمل وان تسالنا مما نصر هذا الحبيب ووالدرى وغاده وزهرى وغم ببركه وزرك وزع اولادنا ووالدنا واهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع أقوال منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكسب اللهم قربة المقربين راضي بين الفاتحين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين ومن في شر المعدين والظالمين ويسد العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بخير من إنزك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا وتركنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آل أصحابه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.